نخشى أن يصل للعراق ذلك. كخبير قانوني، ما الذي أيضا كان ينقص القانون فيما يتعلق بالحسابات المالية؟ هل ترى بأن القانون جاء مقتضبا بحاجة لتفاصيل أوسع؟ إن هناك أيضا من اعترض على اسم القانون حتى. صحيح صحيح، اسم القانون هو القانون اسمه قانون الدعم الطارئ للأمن المالي، للأمن الغذائي والتنمية، هذا هو اسم القانون. لكن الاسم لا يعني لا يدل عليه الكثير من المواد العشرة في التفاصيل والجزئيات، هو مقتضب. ومشكلة التشريع في العراق دائما نلاحظ الاقتضاب، وهذا يصاحبه عوار ومعرة ومثالب تصاحب تشريعات القوانين وتكون قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية. لهذا هذا القانون كان يحتاج إلى تفاصيل، لأنه لا يوجد في المفهوم التشريعي للقوانين هذا قانون مهم وهذا قانون غير مهم. أبدا، القانون قاعدة عامة مجردة بها أسباب موجبة وأهداف للقانون، هو يهدف إلى خدمة المجتمع ويهدف إلى تحقيق نتائج نعم، إيجابية. كل القوانين إيجابية، لكن طريقة التشريع وأسباب التشريع يعني ربما فات على يعني البرلمان للأسف الشديد، إنه لا يحق لحكومة تصريف الأمور اليومية أن ترسل مشروعات القوانين، وهذا هو الخطأ الذي وقع به البرلمان وتعثر في التشريع. وكما قلنا، لو يعني بالإمكان أن يتدارك ذلك، والتدارك ممكن من قبل البرلمان للضرورة، لأن هذا القانون أستاذة به الكثير من الجوانب الإيجابية، قرأته بتمعن وتمحيص ودقة حقيقة، به الكثير من الجوانب التي تخدم المجتمع العراقي. والانتقادات التي وجهت إليه، مثلا الرقابة على الصناديق والأموال، هذا ممكن أن يحال وأن توكل الرقابة إلى ديوان الرقابة المالية وأيضا هيئة النزاهة والقضاء والإدعاء العام، نعم، تحل. يعني الآن تلاحظين جنابك، الأسعار بدأت في التصاعد، وبدأت الدول التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية بالتساقط، يعني كما حصل في إيران في اليومين السابقين. نخشى أن يصل للعراق ذلك، ولا يوجد غطاء قانوني أو مواجهة قانونية كمصد لهذه التدهور شكرا السلبي. سيد علي. حقيقة نعم، أسف على أنه هذا القانون لم يشتغل.